ستيفن سايمون. Now you are ستيفن حسين سايمون. قد يتحول اسم حسين قريبا إلى اسم يرتاح إليه الأمريكيون. تذكر الإحصاءات أن 20% من الأمريكيين يعارضون ترشيح السناتور أوباما للشغل منصب الرئاسة لأن اسمه الكامل هو باراك حسين أوباما. مئات من الأمريكيين يعتقدون أنه مسلم متخف يسعى للاستحواذ على البيت الأبيض. إنها شائعة تنتشر على الإنترنت بشكل مستمر منذ برز نجم أوباما، لكن صاحب هذا الموقع في نيويورك كتب مقالا صريحا على الإنترنت تحت عنوان كلنا حسين، وشرح رفضه لروح العنصرية التي تتعارض مع القيم الأمريكية. بسرعة تلقف الفكرة شبان أمريكيون أقحاح من البيض والسود من الذكور والإناث، وقرروا إضافة اسم حسين إلى اسمهم الحقيقي عندما يوقعون اسمهم على الإنترنت. هذا واحد منهم، الشاب الأمريكي ستيف، زار العالم العربي مرة واحدة في حياته، لا يعرف من الإسلام إلا ما تعلمه من بعض الأصدقاء. عندما تكون البلاد في حالة حرب فإن الناس يشككون في كل ما هو غريب ومختلف، والمسلمون يدفعون الثمن هذه المرة. كانت وما زالت هجمات سبتمبر نقطة تحول موقف الأمريكيين من الإسلام داخل أمريكا على الأقل، فقد جند كثير من المثقفين الأمريكيين أنفسهم لاستهداف الإسلام العنيف برأيهم، لكن جيل ستيف بدأ يتحدى تلك الأقاويل. وضعت نفسي في الواجهة عندما اخترت اسم حسين، لكنني أؤمن بالقيم الأمريكية الحقة. الحزب الديمقراطي هو أكبر المستفيدين الآن، فقد جذب عامل أوباما في الانتخابات آلاف الشباب الأمريكيين إلى الحياة السياسية. في آخر مرة اطلعت الجزيرة على موقع ستيف على الإنترنت، وجدنا أن هناك 260 أمريكيا بالفعل وضعوا اسم حسين على اسمهم الحقيقي، مثل المصور معي مثلا مايك حسين فوكس، هذا اسمه الجديد إذا قرر أن يضيف حسين إلى اسمه الحقيقي. ماذا يعني هذا؟ يعني ربما أن الولايات المتحدة والشباب الأمريكي بدأ يتقبل فكرة الإسلام والمسلمين داخل أمريكا، ولكنها القلة في الولايات المتحدة. نصر حسين، الجزيرة، واشنطن.